مليء بالإيمان ونطلب من الله أنه يحل أمنه وسلامه في ربوع روسيا وأوكرانيا. فلهالمناسبة رح نصلي المذبحة الوردية طوال الطريق وكلتنا مع بعضنا البعض. بالسر الأول moment to introduce ourselves to you. We are the Skiffs. The Skiffs. Yeah. Now, ladies and gentlemen, this is a song about my ex-girlfriend. Yeah, mine too. Mine too. Hey, shut up. A
Hey, maestro, let me get a C flat. السر الثاني أمام الصليب المقدس نصلي من أجل السلام والأمان بين روسيا وأوكرانيا ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لكن نجنا من الشرير لأن لك